السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بألف خير. النهاردة هعمل معاكم وصفة غدا سهلة وسريعة ومش هتاخد منك اي وقت. المكونات اللي انا محتاجاها عندي قوانص، وريها لك. عندي القوانص اهي، غسلتها ونضفتها وبخل وليمون وسايباها تتصفى عندي في المصفى عشان ما يبقاش فيها اي ميه. تمام كده. عندي هنا بقى للقوانص عندي بصلايه وتوم وفلفل وطماطمايه، والاكله دي برضو هعملها جنبها، هعمل بطاطس بالكزبره وهعمل سلطه. اللي انا محتاجاه الاول هاخد الخضار عندي ده واضربه في الكبه زي ما انتم شايفين كده. تمام كده، انزل بالخضار كله واضربه في الكبة. انا كده ضربتهم في الكبة. الطماطم عندي مرضتش تنضرب اكتر من كده. هبدأ بقى انزل الاول بالقوانص عندي على الحلة بتاعتي على النار. النار شغالة، استنى بس اشغل النار اهوت كده. هنزل بيها بالشكل ده كده. كل الكمية دي طبعا هتقل معاكي عشان تبقي عارفة. تمام، وهنزل بالفلفل الاسود. الملح هخليه اخر حاجة، وهحط معلقة كمون طبعا. اللي هيشوف الطريقة هيستغربها، حتى كل اللي كان يسمع عن الطريقة دي يستغربها، بس لما يجوا عندي ويذوقوا الطعم بتطلع كأنها لحمة مش قوانص. هحط معلقة من الخل، وهنزل بقى بالخضار اللي ضربتها في الكبة عندي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا عاملاها بدون ولا معلقة زيت، حطيت القوانص الاول زي ما انتوا شفتوا، والخضار عندي اهو. سيبيها بقى مع نفسها وهي هتستوي وهتتشرب من التتبيلة دي. انا بقى بخليها كده الاول على النار 10 دقايق، وبعد كده بوطي النار عليها. الاكلة التانية اللي قلتلكوا عليها هي البطاطس. انا عندي التيفال، هرش رشة زيت واحدة بس عليه اهو، شايفين كده، رشة زيت واحدة بس. وهنزل بالبطاطس اللي مقطعاها مكعبات، هوطي بقى النار كده واخليها عندي. زي ما انتم شايفين بصفيها من الميه قبل ما انزلها، بخليها بقى كده على النار عندي. هي التيفال ده هي هتتحمر وهتستوي، هتبقى عامله زي كانك قلياها بالظبط، بس هي مش مقليه، هي على التيفال بمعلقه الزيت. يبقى القوانص عندي على النار وعندي البطاطس. هعمل بقى معاكم السلطه كده يا حبايبي. شكل البطاطس عندي اهو، انا حطيت لها نص كاسه ميه عشان تستوي بسرعه. هسيبها بقى تنشف خالص معايا، شايفين كده اهو، هسيبها تنشف وهفصص التومه واحطها عليها.
الثوم هيديها طعم حلو جدا. تمام كده، الثوم حطيته وارش الملح من بره، ارش الملح هنا كمية بسيطة، وارش الملح عند القوانص. القوانص اهي عندي لسه بتتشرب وبتستوي، هرش بقى الملح عليها كمان. شايفين كشة قد ايه؟ بسيبها تستوي لحد ما المية اللي فيها دي تنشف خالص على نار هادية. البطاطس عندي اهي، بس هي كده تمام. وقت التقديم بس هضيف عليها الكزبرة. هضيف بقى هنا الكمون، معلقة كده من الكمون صغيرة، رشة من الخل زي البطاطس اللي بتبقى محمرة بس دي في الطاسة بتاعتنا. تمام كده، يا رب الوصفة تكون عجبتكم وتكون سهلة عليكم. ما تنسونيش في لايك وشيروا الفيديو عشان تشوفوا اكبر عدد ممكن، سبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان تشوفوا كل جديد. هخليكم صور التقديم في الاخر يا حبايبي. باي باي.